كافان كاتر تقول لكم الحدث بصوت وصورة. المهم سميتي ياسمين وكريم، انا مربيه ديال الحسين، عندي 10 ديال كنقري 10 ديال الدراري، وسميتو المهم حسين، حتى المود مهذب ودريوش عزيز عليه اللعب وما كيدابز مع حتى واحد. وصراحه الاختفاء ديالو صدمنا بزاف، انا بعدا صدمني حيت تقريبا انا اللي ربيته تقريبا اللي كان صغير، صدمني بزاف. و انا كنقري من 8 ل 12 وكيخرجوا مع 12 وكيجيو الامهات ديالهم كيتلاقاو ليهم وكيديوهم صافي. ملي مشى ملي دخل مع 12 للدار شافته ماما داته المهم هكا، ومع الجوج خرج كيلعب حدا الدار، قالت لي دخل مبغاش يدخل، قال لي خليني غير نلعب هنا وصافي. ملي جا العام ديالي قال لي عمي عطيني الحلوى، قال لي واحد شويه، قال لي المهم قال لي واحد شويه صافي، قال لي حتى من بعد صافي. ملي خلى الدري حدا الباب صافي شويه خرجت الام ديالو كتغوت كتقلب عليه الحسين وخرجوا الجيران وخرجنا كاملين كنقلبوا عليه، صراحه كنقلبوا عليه شي حتى وصل المغرب ما لقيناش. وصافي جات السلطات ودارت الخدمه ديالو. المهم لحد الان كنتمنوا نلقاوه. بالنسبه للحاله ديال الام ديالو صراحه مرضات وبقات فينا كاملين. اخر حاجه كان قال لك الحسين قبل ما يخرج كيقولوا سميتو كيسلموا معايا وصافي كيخرجوا صافي، غير كيسلموا كاملين كنقول لهم سلموا مع المعلمه صافي كيسلموا وكيخرجوا صافي. هذا الشيء اللي كاين، وكنتمنوا ان شاء الله يبانوا في اقرب وقت. الاحساس ديالكم وهاد الامور تتطور، انا كنشوف دابا المساله ديال الاختفاء ربما تتعقد اكثر. صراحه هذا الشيء عمره ما وقع عندنا في الدوار، حيت الدوار ما فيهش البراني وما شكينا في حتى شي واحد ما فيهش البراني كاع. في ديك الوقت ديك الجوج يعني ما كيكون حتى شي واحد برا، ما كيكون حتى شي واحد برا، يعني كنظن بلي شي واحد دا حيت ما عندناش البراني، ما عندناش اللي غيدي حيت كاع الدراري اللي كنقري انا ولاد السيكتور ولاد العائله كاملين، هذا الشيء اللي كاين صافي. المهم كنتمنى اللي لقاه يتواصل مع الوالدي وان شاء الله نلقاه في اقرب وقت. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.